أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، تعلن انطلاقة ثاني أشواط هذا الصباح مع هذا السن القادم بكل قوة إلى عالم الأصايل، سن الفطامين، السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. وهذه الشارة شارة سعيد بن سهيل بن دريوي، الدعم المستمر لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. نسير مع انطلاقة أول أشواط الجعدان الصدارة والبداية والمقدمة مخلاب انهيام بن محمد بن ورع العفاري، ولكن التسلل من الجانب الآخر هملول عبد الله بن مبارك بن محمد الاكتبي من ياتي بناموس هذا الشوط يتسلل الى الصدارة والمقدمة، ومع المركز الثالث متعود لعلي بن سلطان بن حارب بونواس. بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع شاهين عوض بن محمد بن سالم السبوسي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذه الأجواء الضبابية في صباح هذا اليوم على أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. الصدارة والمقدمة وهملول اللي قاد المجموعة عبد الله بن مبارك بن محمد الاكتبي، ولكن ارصد لشاهين اللي قادم بكل قوة. عوض بن محمد بن سالم السبوسي يتسلل يتقدم مع المركز الثاني بطريقه للصداره، واللحظات الاخيره ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هملول 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 يتقدم ينطلق بناموس هذا الشوط في اللحظات الاخيره، ال 200 متر النهائيه، هملول على الصداره، هملول على المقدمه، ولكن شاهين يحاول. الاسم القادم، الاسم القادم متعود متعود متعود، ولكن الصدارة والمقدمة وهملول على رأس الحربة. تهانينا لعبد الله بن مبارك بن محمد الاكتبي، ولحظات وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني. جاء شاهين عوض بن محمد بن سالم السبوسي المركز الثالث، ينطلق متعود علي بن سلطان بن حارب بن واس الاكتبي. تهانينا والناموس لمالك هملول عبد الله بن مبارك بن محمد الاكتبي.